سلام من الله عليكم أحبتي متابعي الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز، وهذه الحلقة الخاصة عن رحيل واحد من فرسان الكرة العراقية الذي وافته المنية فجر اليوم، وفجع الوسط الرياضي والجمهور العراقي برحيله. نعم، رحل النجم الكبير الغزال الأسمر علي حسين شهاب بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا. هذه الحلقة ستكون سادتي المشاهدين مخصصة لهذا الحادث الجلل المصاب الأليم الذي لحق بعشاق الكرة العراقية، خسارة كبيرة، رحيل النجم الكبير، ولكن لا راد لإرادة الله سبحانه وتعالى. رحل هذا اليوم نجم الكرة العراقي السابق ونجم نادي الطلبة الكابتن علي حسين شهاب، تاركا الكثير من الإنجازات واللمحات التاريخية. علي حسين شهاب أحد فرسان المنتخب الوطني في مونديال المكسيك عام 86، رحل بعد صراع مع المرض ليترك وراءه محطات محلية ودولية كللها بتفوق واضح وحب جماهيري كبير. الراحل ترك بصمة واضحة في مسيرة الإنجازات الكروية العراقية. هذه اللقطات الحصرية التي تشاهدوها سادة المشاهدين عبر الشوط الثالث والشرقية نيوز تظهر فيها تشييع مهيب لرحيل الكابتن علي حسين شهاب بين أهله ومحبيه وزملائه الذين قدموا التعازي لعائلته وإلى كل محبيه. اللهم اسكنه فسيح جناتك جناتك، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وارحمه إنك سميع مجيب، إنا لله وإنا إليه راجعون. سادتي المشاهدين، سنستمع إلى شهادات من زملاء لعلي حسين شهاب زاملوه في نادي الطلبة في المنتخبات الوطنية وهم نجوم كبار. سنستمع إلى حديث منهم لنستذكر معا سيرة هذا النجم الكبير الذي للأسف الشديد رحل نتيجة إهمال واضح من قبل كل القائمين على شؤون السياسة العراقية، الرياضة العراقية للأسف الشديد. هنا في منبر الشوط الثالث تحدثنا كثيرا عن معاناة الكابتن الراحل علي حسين شهاب، تحدثنا ووضعنا آخر اللقطات الحصرية عبر الشوط الثالث والشرقية نيوز لما يعانيه هذا النجم الكبير، وربما قبل أيام قليلة عرضنا وأوصلنا صوتنا إلى السياسيين وإلى أولياء أمورنا إحنا العراقيين. أنا أشكر اللي لبى النداء وأشكر اللي تعاطفوا مع الكابتن علي حسين واللي حاولوا أن يقدموا شيئا، لكن بعد فوات الأوان رحل علي حسين شهاب، وما يسعنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. تقرير يتحدث عن رحيل الغزال الأسمر علي حسين شهاب. وهوى نجم آخر من سماء الكرة العراقية بصمت، كما هوى من قبله نجوم متلألئة. رحل أبا إيمان بصمت بعد أن ملأ الملاعب ضجيجا ومتعة للمتابعين وفرحة لجماهيرنا أيام عز الكرة العراقية. رحل بصمت
وسط أحضان محبيه وعشاقه من جمهور وزملاء إعلام رياضي جفت أقلامهم وهم يكتبون بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وبحت أصواتهم وهم يصرخون في القنوات والبرامج الرياضية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لما تبقى من جسد هزيل كان في يوم ما مرعبا لأعتى الفرق. غادرنا نمر الملاعب الأسمر الذي عانى بحياته الغربة واللامبالاة من قبل مسؤولي العراق. هم الأجيال السابقة الذين أفنوا زهرة شبابهم من أجل رياضة العراق. حسين ممتازة طلع لعلي حسين داخل منطقة الجزاء وحارس إلى جهة ثانية. يلا يا علي 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 حسين وهدف جميل للفريق العراقي في الدقيقة 14 هدف. وداعا صاحب القلب الطيب والابتسامة التي لا تفارق محياه، وداعا أيها الإنسان التقي النقي والنجم الذي لا تشبه غيرك، وداعا يا جميل المعشر وطيب الخصال، وداعا علي حسين أبا النفس الأبية، يا من كنت شامخا كالنخيل. لقد فجع العراقيون بخبر رحيلك يا أبا إيمان في هذا الصباح الحزين. سنذكرك دائما في ملاعب الكرة العراقية، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبا إيمان لمحزنون. استعدوا أيها المسؤولون في اتحاد الكرة والأولمبية ووزارة الشباب والرياضة لتتراقصوا أمام كاميرات الفضائيات وأقلام الصحفيين وأجهزة تسجيلاتهم لتشيدوا بالنمر الأسود وإنجازاته الكبيرة في جلسات عزاء على روحه الطاهرة التي ستقيمونها من أجل الضحك على ذقون أهل الشارع الرياضي، وتوزعون التصريحات هنا وهناك، وستعلنون إنكم ستطلقون اسمه على قاعة اجتماعات اللجنة الأولمبية وعلى بطولة كروية سيقيمها اتحاد الكرة في دولة أوروبية تليق باسم اللاعب بحضور جميع أعضاء الاتحاد وبإفادة رسمي، وستطلق وزارة الشباب اسمه على ملعب كروي، لكن التقشف يحول دون تنفيذه في الوقت الراهن. سادتي أصحاب السمو والمعالي، إن أردتم إكرام أبا إيمان فاكرموه بسكوتكم، فقد رحل غزال الكرة العراقية علي حسين الشاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. كريم كامل سيطر على الكرة في جهة اليمين، مناولة ممتازة إلى فيصل عزيز اللي ماخذ محل خارج اليمين وتحويله إلى غازي هاشم، وعلي حسين يسجل الهدف الثاني للفريق العراقي. علي حسين سيطر على الكرة، هجمة الفريق العراقي هجمة جيدة، يضرب من بعيد وما يمسكها حارس المرمى ويسجل علي حسين الهدف الرابع. إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدين الأحبة، ينضم معي في هذه اللحظات رئيس اللجنة الأولمبية نجم الكرة العراقي السابق الحارس رعد حمودي، وهو من زامل الكابتن علي حسين
في نهائيات كأس العالم وفي بطولات كثيرة ربما منذ بدايته. كابتن رعد أرحب بك أجمل ترحيب، والبقاء في حياتك برحيل الغزال الأسمر علي حسين شهاب. أشكرك أخي أبو علي، وشكرا على المقدمة، مع احترامي وتقديري لكل الكلمات يعني اللي مات في حق هذا اللاعب علي حسين رحمة الله عليه. كان أخا وزميلا عزيزا، لاعب خدم الرياضة العراقية من خلال تنفيذه المنتخبات الوطنية وناديه الأم الطلبة خير التمثيل. وكان رحمة الله عليه يتمتع، أهم شيء كان رحمة الله عليه يتمتع بسلوك وخلق رياضي عالي المستوى، ولم أشاهد يوما أساء التصرف داخل الملعب أو خارجه. هذا يحسب لهذا اللاعب الخلق قبل أن يكون لاعبا فذا في المستطيل الأخضر. نعم، عزائي الوحيد أنه ترك إرثا رياضيا كبيرا لن ينسى أبدا أبدا أبدا. نعم. وأخيرا أقول حسبي الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون. كابتن رعد، يا ريت تحدثنا عن ذكرياتك الجميلة مع الكابتن الراحل علي حسين، وربما أنت كنت كابتنا عليه في رحلة تصفياتنا وتأهلنا إلى كأس العالم. أكيد هناك علاقة طيبة كانت تربط رعد حمودي بالراحل علي حسين وبكل اللاعبين، فيا ريت نستذكر هذه الذكريات. أخي أبو علي، أنا قلت بكلمتي بأنه هذا اللاعب يعني صعب أن أصفه مو يعني كلاعب بالمستطيل الأخضر، وإنما كان ذو أخلاق عالي المستوى. ولهذا لم أسمع ولم أشاهد خلال يعني لعبي مع الأخ علي وفي المنتخبات الوطنية أو بالدوري خلال منافسات، لم أشاهد يتصرف بإساءة لحكم، للاعب، لجمهور أبدا. هذا شيء قل ما فيه في الملاعب العراقية حقيقة. طيب. فهو نموذج بالسلوك والأخلاق. نعم كابتن رعد، ما أخفيك سر، يعني أنت عندما تصف هذا اللاعب يعني أكيد يستحق الراحل هذا الكلام، وأنا أعي ما تتفضل به حضرتك، لكن يعني تلاحظ هذا النجم الكبير يمكن لاقى الجفاء من قبل المسؤولين، من قبل كثير من الزملاء، يعني أنت لست متحدثا عن كثير من الزملاء، ولكن تحس أنه علي حسين وغيره من الأسماء ما يستاهلون اللي جرى لهم. كابتن رعد، أنا أقول أنه لابد حتى لا نبعد عن المؤسسات الرياضية المسؤولية، وأقول هذه مسؤولية الدولة والحكومة أن ترعى يعني نجومها الرياضيين أو الفنانين في المجتمع العراقي، لأنه لما تخلق فنان أو رياضي يحتاج إلى وقت. لما يخدم هذا الرياضي أو الفنان يخدم بلده ووطنه، عليه هذه مسؤولية الدولة والحكومة أن ترعاه. بالأخير أنه لابد أن يعيش عيشة كريمة تليق بهذا الاسم. هذا جانب. الجانب الآخر، لما يكون هناك مرض أو كبر بالسن، بالنتيجة أقول لابد أنه أيضا الدولة والحكومة أن تعطي الدعم الكامل لهذا النجم الرياضي أو الفنان أو الشاعر أو الأديب، في سبيل أن يكون أيضا في كبره وفي شبابه هو يعيش نفس المستوى. نعم. صحيا وماديا معنويا. نعم. لابد أن الدولة والحكومة أن ترعى يعني نجومها. طيب، يعني هل هناك دور سيقوم به الكابتن رعد اللجنة الأولمبية؟ لأنه الله ينطي الصحة والعافية لكل نجومنا الرياضيين، يعني كثير منهم يعاني العوز، يعاني مرض، يعاني. فخلي من حادثة علي حسين ونبدأ نشتغل كابتن رعد، وأنت ممثلا يمكن لشريحة الرياضيين في العراق كونك رئيسا للجنة الأولمبية وكونك ابن الكرة العراقية. يعني أقول أنه لابد أن يكون هناك تدخل من الدولة والحكومة، هذا جانب. الجانب الآخر، لابد أن يكون هناك صندوق تكافل حتى يكون هناك يعني مبالغ في هذا الصندوق في سبيل أنه دعم الرياضيين اللي يحتاجون إلى علاج أو إلى عيشة كريمة، لأنه لا اللجنة الأولمبية تقدر مثل ما ذكرت حضرتك
نعم. كثير من الرياضيين الآن محتاجين، فمن الصعب أنه مثلا اللجنة الأولمبية أن ترى هكذا نجوم رياض بالرياضة وخدموا نعم. بلدهم باتجاه أنه يليق بسمعتهم. نعم. مو من الصحيح لما تيجي تعطي مكافأة وفي النهاية صلاحيتك هذا فقط لهنا. خلي نقول صلاحيتك، خلي نقول 500 مليون دينار يعني 420 دولار، هاي صلاحية رئيس اللجنة الأولمبية 500 ألف. نعم هاي صلاحيتك. 500 نعم. نعم. طيب فمو من الصحيح أنه تيجي تعطي النجم خدم يعني بلده ووطنه أنه تقدر تعطيه هذه تقول له هاي مع السلامة، لأنه ما أقدر أعطيك أيضا هذه إلا مرتين بالسنة. نعم. وبعدين ايضا تدي هذه الصلاحيات ما قدرت تتوزع على الكل، فهذا ما العام شيء يقول لك طيب والاتحادات والممثليات والهذه، فاقول انه مو بهذه الطريقه انه نعالج هذا الامر. نعم. هذا تعالج ايضا بقانون مثل ما سوى قانون الرواد انه يعطون رواتب للرياضيين الرواد، عليه انه لابد ان يكون هناك قانون اخر يعني حتى يعالج الناس من نعم. الرياضيين المرضى اللي يحتاج الى علاجات مرضيه داخل العراق او خارج العراق. نعم. كابتن انا ممنون لتواجدك، اذا هناك كلمه رثاء بحق الراحل علي حسين استمع من راعة حمودي عبر الشوط الثالث والشرقيه نيوز. انا اقول علي حسين يعني صح يعني فارق هذه سنه الله، وعلي اقول انه علي حسين لا زال باقي في قلبنا وفي مشاعرنا وفي عقلنا، لأنه قدم الشيء الكثير وضحى بالشيء الكثير، وقلت يعني ترك أرثا كبيرا بالرياضة العراقية من خلال عطاءه وفنه ومن خلال سلوكه والخلق العالي اللي دائما أقول السلوك والخلق قبل الفن. نعم كابتن نعزيك مرة أخرى ونقول لك البقاء في حياتك، وشكرا لتواجدك معي في الشوط الثالث. بارك الله بيك. شكرا كابتن رعد. اللي تفضل به الكابتن رعد لازم احنا ناخذه بنظر الاعتبار، ما له علاقه البلد الان اكو حرب اكو صراع مع الارهاب، نعم الله ينصر قواتنا البطله، الله يحفظ اهلنا، الله يحفظ جيشنا، الله يحفظ كل اللي دي يدافع عن العراق، لكن احنا مو ندافع بقضيه وننسى قضيه مهمه وقضايا مهمه. رحيل نجوم العراق ليس في مجال الرياضة، في مجال الرياضة والفن والثقافة والسياسة هواية نجوم رحلوا بصمت مثل ما رحل علي حسين. فالدولة العراقية اللي أنا أرجع وأقول لازم تنظر بعين الاعتبار لتدعم ولدها، ما يصير البعض اللي أجد يحكم العراق يعبي بكرشة ملايين ونسى أهله وناسه، هذه كارثة. وعلي حسين رحل وأقولها وفي قلبي غصة، رحل بسبب العوز، لأنه عمليته كانت تكلف 20 أو 30 ألف دولار وكان نقدر نسفره ونصرف عليه، لكن قدر الله ما شاء فعل، حسبنا الله ونعم الوكيل بكل من قصر إزاء ولد العراق، وحسبي الله ونعم الوكيل بكل من قصر بأداء واجبه لخدمة العراقيين. فاصل عن الراحل علي حسين ومستمرين معكم. ممتاز مهدي يقدر يرفع كرة، يرفع كرة عالية الهدف الثاني. كريم كامل يسيطر على الكرة في جهة اليمين، مناولة ممتازة إلى فيصل عزيز اللي ماخذ محل خارج اليمين وتحويله إلى غازي هاشم، وعلي حسين فرد وغرب من كرة يسجل الهدف الثاني للفريق العراقي. حسين يسيطر على الكرة، هجمة الفريق العراقي هجمة جيدة، يضرب من بعيد وما يمسكها حارس المرمى ويسجل علي حسين الهدف الرابع. حسين سعيد تحويلة وفلاح حسن، علي حسين يسجل الهدف الثاني للفريق العراقي. الدقيقة عظم قشر كاظم إلى ناطق هاشم، إماد جاسم في مركز الخارج يمين، إماد بالخطأ إماد وتلقطه حسين سعيد يتخلص، حسين سعيد يدخل يدخل يقول حسين 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 سعيد وحارس المرمى، لا حسين لا حسين، والهدف الثاني الهدف الثاني. شوف حسين سعيد يراوغ المدافع وينفرد ويطلع لحارس المرمى، يتخلص من حارس المرمى وشوف حتى حارس المرمى يراوغ، لكن يناول وين؟ إلى علي حسين محتاج.
إذن في هذه الأثناء أيضا ينضم معي واحد من عمالقة الكرة العراقية أطال الله بعمره، لنستمع إلى رحلة وذكريات مع الراحل علي حسين، إنه النجم الكبير حسين سعيد الذي لعب مع الراحل علي حسين في نادي الطلبة وفي المنتخبات الوطنية. كابتن أبو عمر، البقاء في حياتك برحيل الكابتن علي حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي محمد، نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أهل المرحوم أخي وزميل اللاعب الدولي السابق علي حسين لرحيله عن عالمنا، كما نعزي كل رفاقه ومحبيه وجماهيره، سالين مولى عز وجل أن يجعل له مكانا في جنات النعيم، أنه سميع مجيب الدعاء، وأنا الله وأنا إليه راجعون. احنا نشكرك لأن أنت في عدة لقاءات يمكن حكيت محنة المرض اللي كان يعانيها المرحوم علي حسين، واللي تعبتها بالتنقل يعني بين السليمانية وبغداد، إضافة إلى قسوة الحياة يعني، لكن هاي سنة الحياة والبقاء لله. ونشكرك ونشكر كل الإعلاميين اللي وفوا في محنته، وكل الزملاء ومحبيه وجماهيره في محنة المرحوم. يعني انصدمنا اليوم صباحا بهذا الخبر، مع ما أنا كنت في اتصال معه يعني يوم السبت الماضي، يعني كان بالسليمانية، كان برحلة المرض ماله، وكان يعني مبسوط وفرحان لأنه دائما نستذكر الذكريات الجميلة والأيام الجميلة في الزمن الجميل والإنجازات اللي قدمها يعني خدمة للوطن وبذل الغالي من أجل رفع راية النصر في المحافل الرياضية العالمية، ولطالما تغنت الجماهير باسمه لسنوات طويلة. نعم، اللهم اجعل مثواه الجنة إن شاء الله. آمين. آمين آمين. كابتن حسين، مثل ما تفضلت حضرتك واستطردت رحلة الراحل، ما يستاهل اللي جرى له، رغم انه امر الله وانا لله وانا اليه راجعون ولا راد لإرادة الله سبحانه وتعالى، لكن كابتن مثل ما تفضلت حضرتك انه خدم الوطن وافنى سنوات عمره في خدمة الوطن والكرة العراقية وافرح الجماهير العراقية، ما يستاهل هذا اللي صار له، هو وناطق هاشم وقائمة من الاسماء الطويلة. كابتن، الى متى يبقى حال النجم العراقي بهذه الحالة التي رحل بها علي حسين؟ يعني اكيد احنا هذا الموضوع تناقشت يعني معه، وقلنا له يا بحاضرين نقدر نجمع لك مبلغ من المال ان تسافر وتتعالج بالخارج مثل ما تفضلت، لانه كان قالوا علاجه ممكن بالمانيا، وان يزرعوا له نخاع للعظم لانه المناعه مالته انتهت. يعني نعم، وصلت الى حاله واطع جدا، يعني حتى المناعه مالته قالت صعبه، ان كان هذا تقرير الطبيب اللي كان يعالجه في السليمانيه. نعم، ويتطلب ان عمليه، وقلنا له ان لكن هو يعني ابا وبقى شامخا وقال ان يتحمل عن المرض، وهي سنه الحياه، ويعني الكل مقصرين يعني في هذا الجانب، ويعني هو ترك بصمه في الخلق، يعني هو يعني مو بس رياضي وانجازات، وانما تعامله مع زملائه، تعامله مع الاخرين، مع مجتمعه، مع الاعلاميين، يعني يتمتع بخلق كريم، وايضا كان ملتزم دينيا بشكل كبير جدا، اضافه الى الاخلاق اللي يحملها، يعني هي هاي يمكن اللي الاثر الكبير اللي عيتركه في غيابه. يعني حتى اليوم انا يمكن تكلمت قبل قليل مع رئيس الاتحاد السيد عبد الخالق، قلت له اليومك مباراة الدوري وبكره مباراة الدوري، لحبذا بانه المشرفين يبلغون بانه يوقف جماهيرنا والفرق اكيد دقيقه حداد، ويترحموا له ويقروا له سوره الفاتحه، لان شخص قدم الكثير، وهذا اقل ما يمكن ان يقدم الوسط الرياضي، الا بعد ان عجزت كثير من الجهات من تقديم الى الدعم الصحي والدعم المالي. نعم كابتن حسين، نستمع الى كلمه من حضرتك بحق الراحل علي حسين عبر الشوط الثالث، وربما أهله وذويه ومحبيه الآن يتابعون برنامجنا، وبالتأكيد كلمة حسين سعيد لها أثر بالغ في نفوس العراقيين. يعني واحد ما ينسى الإنجازات اللي يقدمها، وما ينسى الخلق اللي يتمتع به والالتزام الديني اللي يتمتع به، شخص أفرح جمهوره وأفرح محبي، وهم اللي وقفوا له. يعني أنا أشكر كل الناس
ليوقفت لنا مع ابو محنسة وأولهم جنابك وفي كثير من البرامج وكثير من الإعلاميين ومحبين اللي كانوا مع مرافقين بالمستشفى يعني بالسليمانية وفي بغداد يعني محبين الطلبة ومحبين المنتخب وأيضا أخو اللي كان معاه يعني برحلته المرضية أخو الأخ حسن يعني اللي وقف معاه في كل مرضى فنشكرهم دور المحبين الأخ كابتن سلام عمر الأخ عمر العبوسي الإعلامي وكثير من الناس لا. الإعلامي عادل وكثير من الناس اللي كانوا معاه قريبين مثل ما شوف يعني بالصور اللي حضرتك يعني تنشرها ولا هم اللي مقصوا معاه وقللوا من محنته والناس اللي كانت تتصل معاه وتواصل رحلته يمكن كانت تطيل أمل يعني أنا أخوك يقولنا كل ما تخابروه وتسألون عليه وشوفوه ويزوروه ترجع ثقة بنفسه ترجع معنوياته عالية لكن هذا قدر الله ما شاء الله اللهم اجعل مثواه الجنة إن شاء الله وما عنا إلا الدعاء إليه إن شاء آمين. الله بالرحمة آمين. شكرا كابتن حسين على تواجدك معنا والبقاء في حياتك وإنا لله وإنا إليه راجعون. أكيد إحنا وصلتنا تليفونات اتصالات مسجات كثيرة من نجوم الكرة العراقية لكن أنا أحيي كل من وقف بمحنة علي حسين سلام عمر الكابتن سلام عمر الأخ الإعلامي عمر العبوسي الدكتورة العزيزة عذراء عبد الأمير الكابتن علي هادي اللي اتصل وعز البرنامج برحيل الكابتن علي حسين زميلنا عادل القيسي الصحفي قائمة من الأسماء لابد أن أستذكر الكابتن كاظم شبيب الكابتن مجبل كابتن جمال علي الدكتور جمال صالح قائمة طويلة من الأسماء اللي اتصلت بالبرنامج عندما علموا أنه هذه التغطية بحلقة الشوط الثالث ستكون مخصصة لرحيل الكبير علي حسين الشاب أيضا واحد من فرسان ورموز الكرة العراقية ينضم معي الآن لنستمع إلى ذكرياته الجميلة مع الراحل علي حسين الشهاب ساحر الكرة العراقية السابق الكابتن أحمد راضي ينضم معي الآن على الهواء مباشرة في هذه التغطية الخاصة لرحيل غزال الكرة العراقية الأسمر علي حسين الشهاب كابتن أحمد مرحبا بك والبقاء في حياتك برحيل الكابتن علي حسين بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أستاذ محمد وحقيقة عزائنا إلى كل جماهير الرياضية وكل الرياضيين زملائنا والصحفيين ومسؤولين برحيل الأخ الحبيب علي حسين صاحب الخلق الرفيع صاحب الإنجازات الطويلة هذا اللاعب اللي أنا أعتقد يعني طول حياتنا اللي رافقنا بيها ما شفنا في اليوم كانت أكو هناك مشكلة مع زميل كانت أو مشكلة مع صحفي أو كانت لديه قضية رأي عام في الموضوع كان هادئ جدا كان محب لكل زملاء حتى في مزاحة حتى في طريقة يعني ما شهدت في اليوم أنا مثلا علي حسين كان عصبي يعني أتذكر في اللحظة ما أتذكرها يعني يعني عزانا إلى أهله وذويه وأنه إن شاء الله الله يرحمهم الصبر والسلوان وأنه هذا ديدا الحياة كل من يعني نقول الحمد لله وشكر على كل حال هذا ما كتبه الله لي وهذا يوم اللي كتبه الله سبحانه وتعالى آمين. فما يسعنا إلا أن نذكر بالخير وما يسعنا إلا أن نتذكر إنجازاته الكبيرة وما قدمه لبلده أنا يعني حتى ما أريد أطيل في حديثي في هذا الموضوع أنه الدولة اليوم بدلا ما الكل يعني ينتقد أدائها اتجاه نجومها واتجاه حب فنانيها واتجاه الإنساني اللي داخل يعني بدل ما يطلعون بقانون يحرمون به بعض المسائل طلعوا قانون الرعاية الصحية اللي تشمل كل العراقيين رياضيين فنانين ياخذ دوره بالحياة كإنسان بالإضافة إلى كمبدع كل هذه الأمور احنا نفقدها في مجتمعنا اليوم يعني الحكومة والمسؤولين وكل واحد كل ما يسقط نجم من نجوم المجتمع العراقي نبدأ نلوم هذه الحكومة يعني انتبهوا إلى هذه المسألة اجعلوا من قوانينكم اللي انتم تصدروها هي رياء ضد في المجتمع وتحبون تكسبون جماهيرية يعني
بدون اي موجب لها. نعم. طلعوا قانون للرعايه الصحيه لحائل الشعب العراقي يتمتع به، ممكن انه ينقذه من يعني ما راح ينقذه من الموت، لان الموت مكتوب، ولكن على الاقل تؤدون واجبكم تجاه مجتمعكم وتجاه الناس اللي خدمه البلد، وحتى الانسان العادي اللي يقدر، اللي ما عنده واللي ما يقدر انه حتى يقدر يعالج بمستشفيات خارج البلد يعني وهكذا. أنا أستمع إلى الحسرة اللي دا تطلع من أحمد راضي والألم اللي موجود، وهو رد فعل يعني طبيعي جدا لكل من زامل الراحل علي حسين الشاب. عزائنا أنه الله يحفظكم كابتن أحمد، وأنه يحسن خاتمتنا جميعا كابتن أحمد. الله يسلمك، إن شاء الله دائما حسن الخاتمة للجميع يا رب. والله العظيم ما تتصور يا أستاذ محمد، يعني من نسمع خبر رياضي يرحل أو يتمرض أو يعاني، والله يعني ما تقدر، يعني وأنت ما بدك شيء تريد تسويه، وأنت يعني تحس نفسك أنه أنت مقصر بهذا الاتجاه. نعم. يعني حسرة وألم في داخلنا، لكن نقول يعني يا رب إن شاء الله يعوض أهل آمين. الخير إن شاء الله، الله يرزقهم، الله يبدلهم خير. آمين. إن شاء الله هو يكون منزل جنة، وإن شاء الله مثواه في عليين، والله يعطيه على قدر طيبته وقدر تعلقه بإيمانه بالله وعلى قدر ما قدمه في حياته. يعني إن شاء الله ربي في هذا الوقت العصيب اللي هو اليوم اللي راح يلاقي فيه الملائكة، إن شاء الله يثبته على الإيمان ويثبته على آمين. القول الصالح، إن شاء الله ربي يتجاوز هذه المحنة ويكون من الناس اللي سعداء في الجنة يا رب العالمين. يعني هذا الدعاء اللي نقدر نقوله، ولا يعني إحنا كنا إحنا مقصرين في هذا الاتجاه، ولكن يبقى هو كنا إحنا كل الدول تنظم أمورها داخل بلدها، كل وين ما تروح اليوم أكو رعاية صحية، ما يحتاج اليوم لا حضرتك تريد تسوي حملة حتى ينقذوه، ولا أنا ولا صحفي ولا أي، هو يأخذ مجرى كإنسان يعيش أكيد. في هذا البلد قدم إلى أكيد. يعني هذا اللي نقوله، يعني مات علي حسين بهدوء، عاش بهدوء ومات بهدوء، ويعني ألمنا أنهم فارق أحبابنا، الحمد لله على كل شيء وياهم. الحمد لله، بس نقول الحمد لله والشكر، وإن شاء الله الله يعني يبعد عنا وعنكم آمين. كل سوء وكل مكروه أحمد. يا أستاذ محمد وأخواني وزملائي، يا ربي إن شاء الله يحفظهم من كل شر ومكروه. آمين. شكرا كابتن أحمد، شكرا لتواجدك معنا، شكرا جزيلا لهذه الكلمات وهذا الإثراء بحق الراحل علي حسين الشهاب. نتابع هذا التقرير لعد زميلنا زيد السراج والذي يتحدث عن مسيرة علي حسين الشهاب. نتابع. لم يكن علي حسين الشهاب لاعبا عاديا أو رياضيا مر مرور الكرام كسائر الرياضيين، بل ولد الغزال الأسمر نجما كرويا لامعا، وهو الذي كان أنيقا بامتياز مع تمثيله لفريق الطلبة وبتواجد نجوم الكرة العراقية، فحقق معهم إنجازات محلية عديدة، وكان ضمن المنتخبات الوطنية التي شاركت في بطولات الشباب وكؤوس الخليج. فكان شهاب لاعبا مهما ومتميزا، لم يبخل بعطائه داخل المستطيل الأخضر لقميص الوطن، والذي مثله خير تمثيل في نهائيات كأس العالم في المكسيك عام 1986. إنجازات عديدة ومشاركات مهمة في تاريخ الكرة العراقية، كان علي حسين جزءا مهما منها وصانعا حقيقيا للانتصارات الكروية في ملاحم عديدة ساهم فيها بشكل لافت. عمل في مجال التدريب مع أفضل المدربين، واحترف خارجيا في قطر، وبقي حتى يوم رحيله إلى مثواه الأخير رياضيا متميزا يشهد له الجميع بالكفاءة الكبيرة والخلق والتواضع والبساطة التي قل نظيرها في هذا الزمان. من بغداد للشوط الثالث، زيد السراج. لاعبين جيدين، وإن شاء الله يقدمون مباراة جيدة وتنتهي نهايتها بالفوز إن شاء الله. يعني
باعتقادك يجب أن يكون فارق بين مباراة العراق وقطر في قطر ومباراة العراق وقطر في العراق؟ والله ما شاف الجمهور وشاف يعني المراقبين والاتحاد المسؤولين بالكرة يعني أكو فارق كبير خصوصا بالأداء وكثرة الأهداف والعرض الرائع اللي قدمه اللاعبين، وهذا ما يتم إلا بجهود اللاعبين السخية والمثابرة والروح العالية اللي ينتجون به. إذا علي إحنا موعدنا يوم الجمعة إن شاء الله. إن شاء الله. واللعبة الكرة الهدف الأول علي حسين لازم تنتهي بشكل آخر، الهدف شاهده مرة أخرى، شوف ضربة الزاوية، ضربة الزاوية ترجع، وهذا علي حسين ضربة إلى يمين حارس المرمى. والفريق متأخر بهدف واحد، علي حسين إجواد هذا السؤال. طبعا في أول مباراتنا ضد منتخب سلطنة عمان كانت تسرع المهاجمين ولاعبي خط الوسط تسجيل أهداف مبكرة، كان وراء هالفرص الضائعة شد، يعني أقدر أقول لك شد بسيط نفسي. والشوط الثاني بعد ما كانت فترة الاستراحة، الشوط الثاني توجيهات المدرب وبجهود اللاعبين المتضافرة قدرنا نحصل على هدف التعادل. طبعا هذا هدف التعادل مو جاء من جهود اللاعبين و ضربة رأس وعلى حسين جول. إذن كانت هذه لقطات لتأريخه مع الأستاذ الكبير الله يطول بعمره أستاذنا مؤيد البدري. أيضا لابد لنادي الطلبة أن تكون له كلمة، وخير من نتحدث نيابة عن نادي الطلبة هو ابن نادي الطلبة، كابتن المنتخب السابق، مدرب الطلبة، الكابتن القدير جمال علي الذي انضم معي الآن من بغداد الحبيبة وعبر في اتصال على الهواء مباشرة. كابتن جمال، البقاء في حياتك في رحيل الكابتن علي حسين. حياتك الباقي أستاذ محمد. بالبداية نعزي عائلة الفقيد ونسأل الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان. يعني ما أعرف حقيقة مشاعر يعني مؤلمة بفقدان أخ عزيز وإنسان طيب. أعتقد التقرير تكلم بما غطى الكثير من مشاعرنا، ولكن فقدان أبو إيمان ما أعتقد فقدان سهل أو بسيط على الوسط الرياضي بشكل عام وعلى الوسط الكروي بشكل خاص، لما يتمتع به من خلق يعني وتواضع كبير جدا. نعم، هل من كلمة تطلق بحياة الكابتن علي حسين الراحل ونحن نستمع لكم أنتم زملاء عبر هذه التغطية من الشوط الثالث كابتن جمال؟ أستاذ محمد، أبو إيمان يمكن الجمهور غالبا عرف فنه الرفيع وأهدافه الجميلة ومن اللاعبين اللي قل ما احتك مع الخصم ولا عنده احتكاكات حتى مع الحكام. نعم. الصورة الثانية لعلي حسين اللي هو صورة الإنسان علي حسين، نفس الصورة اللي بالملعب، الابتسامة اللي ما تغيب عنه دائما، العلاقات الطيبة مع كل زملائه. يعني علي حسين فترة طويلة سواء بالنادي أو مع المنتخب نعم زاملته، وحتى بدايتي التدريبية كنت مدرب إليه، ما كان إلى أي خلينا نقول يعني مشاكل سواء مع زملاء اللاعبين أو مع المدربين. نعم. حتى كان اختلافه مع الآخر كان اختلاف مؤدب جدا وبعفوية وطيبة، يعني تمثل الشخصية البغدادية فعلا. نعم. أنا أعتقد يعني مش ما تكلمت حقيقة، ما أقدر أنطيل علي حسين حقه، وأسأل الله أن يصبر أهله بشكل خاص. نعم. على هذا الفقدان الكبير. كابتن جمال، أشكرك لتواجدك معنا والاستماع إلى كلامك وأنت تتكلم بحكم العلاقة والصداقة والزمالة في نادي الطلبة والمنتخب الوطني. رحل علي حسين وإنا لله وإنا إليه راجعون، لكن القائمة مستمرة لأنه هذا أمر الله، لكن كمسؤولين كقادة رياضيين شرف عليكم وواجب أن ترعوا الكفاءات العراقية، الرموز العراقية، الرياضيين، الفنانين، الثقافيين، السياسيين، الإعلاميين، كل ولد العراق المفروض ذولا يكونون في أحداب عيونكم. ما يصير العراقي من العوز يموت عيب، وإحنا أهل الخير وأهل الكرم، حسبي الله ونعم الوكيل بكل مسؤول تقاعسه
بخدمة العراقيين، وكان سببا برحيل واحد من رموز الرياضة العراقية أو المجتمع العراقي قاطبة. هذه سنة الحياة. نعم، هذه الحلقة كانت مخصصة لعلي حسين شهاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مثواه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدين الأحبة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي كانت مخصصة عن رحيل نجم الكرة العراقية السابق الغزال الأسمر علي حسين شهاب. أتمنى الصحة والسلامة لكل العراقيين اللي أهنا لرموزنا في كل المجالات، ليس المجالات الرياضية وإنما في كل المجالات، وأن يحفظ العراق أهلا وشعبا وكل الطيبين، وأن يحفظ قواتنا المسلحة الباطلة، وأن يرجع العراق مثل ما كانوا أقوى بإذن الله تعالى. أحلى تحية من كل زملائي العاملين في القسم الرياضي في استوديو البث في الكنترول، ومن خلفهم زميلي مخرج البرنامج علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر. إلى حلقة الغد وأحداث رياضية، أتمنى لكم الصحة والسلامة، وأقول لكم في أمان الله.